زي ما قلت للسادة المشاهدين، ممكن في نقطة بتقف عندها وما تتحركش وتحبطك جدا، ويبقى بينك وبين نفسك انت مش راضي عن نفسك، ده بيغير مودك تماما. وممكن واحد تاني يفضل يعافر مرة واتنين وتلاتة مش عارف يوصل لنتيجة لو عايزها. طيب في عوامل بتقدر تغير الواقع ده؟ ايوه، في ناس معانا بتقدر تغير ده وتحقق لك اللي انت عايزه وتساعدك كمان. معانا اخصائيه التغذيه من ناصر، ونوراني وشرفوني. بنور حضرتك، اهلا وسهلا بيك. كنا بنتكلم انا وانت قبل ما نطلع ونشوف بعض ونشوف الساده المشاهدين، قلنا ان السمنه زادت عالميا جدا الفتره الاخيره. زادت السمنه، العالم كله بقى فيه سمنه شرهه، كله الأحصائيات بتقول إن عالميا، مش بس في الشرق الأوسط ولا في بلاد معينة، عالميا زادت السمنة. والسمنة لما زادت كلنا بقينا ندور على أكتر حاجة صحية وأكتر حاجة تكون بمنتجات طبيعية، ده اللي احنا بندور عليه. صح فعلا، دورنا على ده. فبسبب ده أنا النهاردة جاية أقول لكم على كورس عظيم جدا جدا جدا، كورس السوبر سليم. وأحب أقول كمان وأكد كده على المعلومه دي، سوبر سيليم عباره عن ايه بقى؟ سوبر سيليم اهم حاجه ان هو مرخص من وزاره الصحه. هايل. اوكي، وكلنا بندور على منتجات طبيعيه، هو بيرفكت في الموضوع ده. وفي جزء تاني احب اقوله، ان انا كنت 100 كيلو. طب استني بقى قبل ما تقولي لي انت كنت 100 كيلو وخسيتي ازاي، الكورس ده عباره عن ايه؟ طب كبسولات، نقط، بودر، عباره عن ايه؟ عباره عن كبسولات. اوكي، السوبر سيليوم، الكورس السوبر سيليوم مكون الى ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هي اقراص السوبر سيليوم اوكي، والبي سيليوم، وكريم شد الترهلات. حلوه جدا، مستخلصات كلها طبيعيه ومرخص من وزاره الصحه. بيرفكت. وكمان في هديتين مع الكورس. الهديه الاولى هو كريم لنضاره البشره، وبرده منتج برده كله طبيعي، والكريم الثاني بيقلل. هما دول اللي خسسوكي؟ يعني انت خدتي الكورس؟ مش هقول لكم على السر. لا ابدا، احنا نغش منك. نزلوا الصوره يلا. انا عايزه اقول هما دول يعني انت مشيتي على الكورس ده، هو ده اللي خسسك كده؟ شوفوا انا قبل وبعد طارة. انا كنت 100 كيلو، وعايزه اقول قد ايه السمنه بتغير من شكلنا وثقتنا بنفسنا، وقد ايه بتقدر على نفسك. خالص. ده كله اجتهاد يا فندم، اجتهاد. انا بس عايزه حاولت اشرح، يعني اوري الصوره دي قد ايه ان السمنه بتغير من شكلنا وقد ايه بتغير من نفسيتنا. طب ما يلا بينا تغير لنا شكلنا كلنا. يلا بينا. قولي لي الاول، السوبر سيليم بيساعد ان هو نتخلص بالدهون ازاي؟ حلو قوي. ايوه احكي لي بقى كده. عندنا اقراص السوبر سيليم، تمام، بتتكون اول حاجه من قشور بذور السيليم. فدي بتخلي الشعور بالشبع لفترات طويله، مع القهوه الخضراء، مستخلص القهوه الخضراء، تمام، ودي كمان عشان تعلي الحرق. ايوه اوكي، ومستخلص التوت. حلو جدا، ده كده اللي هو المكونات. نيجي على البي سيليم. تماما اورجانيك، تماما عظيم. تماما، يعني لا يعمل صداع ولا يعمل نرف عالي ولا يعمل اكتئاب. صح. ولا نوم كتير، صح كده؟ ما بيلعبش على يعني مش حاجه كيميائيه تلعب في جسمنا فنخاف منها، بالعكس دي كلها مستخلصات طبيعيه. طيب نيجي للبي سيليم. البي سيليم برضه طبيعي، مستخلص الاناناس، مستخلص الفانيلا، واهم معدن الكروميوم اللي بيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، ودي اهم حاجه كلنا بندور عليها. حلو. لان مستوى السكر في الدم يكون مظبوط بالملي وطبيعي. ودي اهم حاجه، لا يقل ولا يزيد، حاجه كده يعني بصي عظيمه جدا. طيب. الكروميوم ده. نيجي بعد كده لكريم شد الترهلات. الكريم ده بيرفكت قوي في ايه؟ انه بيشد الترهلات ويضيع السلوليت. ازاي ان هو نتخلص من السلوليت ده؟ مكون اهم مكون فيه هو الكولاجين. والكافيين بيحرق الدهون اللي تحت الجلد، فيخليكي كده يعني انت بصي ضربتي مش عصفورين بحجر، ثلاث عصافير. طب ما تيجي نعمل ده عملي بقى. حلو جدا. بيتواصل معاكوا الشخص اللي محتاج وقرر يخس؟ في فريق طبي يا فندم.
في فريق طبي الشخص بيتواصل مع الفريق الطبي ده ويقدروا ان هم يحددوا له حضرتك محتاج 1 2 3، وكل شخص يختلف عن التاني تماما. ودي اهم نقطه، ان انا رايح واتكلم يعني بالارقام اللي هتظهر على الشاشه، ان انا اقدر اتواصل معاهم. في اول ميزه في المميزات انه فريق طبي متكامل يقدر ان يساعد حضرتك بشكل مفصل، مش اي حاجه لاي حد وخلاص، ده هيساعدك بشكل مفصل. طب انا اتواصلت معاك قلت لك انا مريض السكر، هم هيقدروا ان هم لكل شخص وعلى حسب حالته الصحيه هيقدروا يقولوا له المناسب ليك يا فندم 1 2 3. طب انا كنت عامل تجربه دايت وجسمي وقف وما بينزلش خالص، برضه هم هيرشحوا له اكتر حاجه هتناسبه في الكوش ده، حضرتك تقدر تعمل 1 2 3 ويقولوا له على كل الخطوات اللي المفروض يتبعها. وتاني ميزه واهم ميزه انه الشحن مجاني وخصم 50% لو اتصلوا على الارقام دلوقتي. طيب لو في ست بتشوفني دلوقتي طالعه من تجربه ولاده ورضاعه، تمام، وهي شافتك وقالت بس انا هسمع كلام الدكتور وخلاص انا وراها، عايزه تبدا، حلو، طيب هل الكورس ده يتعارض مع تجربتها اللي هي طلعت منها؟ خالص يا فندم، احنا برضو زي ما اتفقنا احنا كل شخص بيختلف عن التاني. لازم في المقام الاول، لان هو مش حاجه وخلاص اخدها لا، دي يا فندم متابعه، بيكون بمتابعه مع الفريق الطبي اسبوعيا. حاجه كده مدروسه، حاجه كده مرخصه من وزاره الصحه، حاجه طبيعيه. يعني بصي تكوني مطمنه فعلا الكلاينت او الشخص لما بيلاقي ان في حاجه طبيعيه وهكون متابع مع فريق طبي اسبوعين، متابعه مجانيه كمان. أيوة. والشحن الله. مجاني وخصم 50%. الله عليكي والله. ده بصي، وكمان في هديتين، الهديه اللي احنا قلنا عليها كريم لنضاره البشره، والهديه الثانيه ان هو الكريم اللي طبعا الوزن لما بيكون زايد المفاصل بتوجعنا. ايوه، فالكريم ده رائع وسحر. احنا بنصلي واحنا بنتحرك طالعين سلم. طيب تعالوا بقى نشوف ناس على ارض الواقع استخدمت المنتج فعلا. يس. نشوف بقى النتائج الحلوه. ما شاء الله، شايفين فرق الشاسع؟ جميل جدا. ده الرجاله بتشوف كمان نتيجه هايله جدا معاه. جدا جدا، فجد هو سحر سحر، كفايه ان مكوناته طبيعيه. اللي وشوفي قد ايه ثقته يعني زادت بنفسه بعد الثقه. ما شاء الله، الثقه مش طبيعيه بتيجي بعد الواحد ما وزنه بينزل، نفسيته بتتحسن. كرسي بيقعد معاه شهر برضه، ده بيتحدد على حسب الوزن لما بيرجع للفريق الطبي. عظيم، يعني اللي هينزل 15 غير اللي هينزل 30 غير اللي هينزل 45. اختلاف الاشخاص كلها. على حسب. ايوه ما شاء الله، نتائج جميله جدا. ما شاء الله. واو بيرفكت. طيب لو حد يا دكتور عندها بطن وحاسه ان بطنها مضايقاها في جسمها بس، يعني هو ده اللي عامل لها الديفو، هو ده اللي مضايقها، تستخدم الكورس؟ طبعا، يعني ليها مكان معانا؟ طبعا. قولي لي بقى، هو بيشتغل على الدهون المتركزة أو متراكمة في مكان؟ هو بيعلي الحرق، دي واحد. اتنين، الشعور بالشبع لفترات طويلة، لأنه يحتوي على قشور بذور السليم، ودي دلوقتي دي ألياف طبيعية بتساعد على الشعور بالامتلاء وتخليكي كده شبعانة لفترة حلوة قوي، مش كل شوية عندي بيك إيترز أو باكل في أي وقت وخلاص، لا ده أنا شبعان فترة طويلة. طب أنا هكلمك في مشكلة تانية. يا ريت، أنا يلا اتنين. بعد الساعة 9 يا دكتورة. أيوة. بيبقى الشخص متحول جدا. اوكي. اضعف، يعني ممكن تلاقي حد نزلت راحت الشغل او حد راح مكان او سافر سفريه، هو متابع جدا لحد الساعه 9، ما بهدلش اليوم بتاعه. حلو، بيرفكت. واخد باله من نفسه، الاكل الهيلثي فود بتاعه او خد كميات قليله. حلو. بعد 9 تبدا المشكله. ايه بقى ليها حل؟ الحل هنا برضو ان من ضمن ان انا لما اكلم الفريق الطبي اقول لهم على نقطه زي كده، هم هيقدروا ان هم يوظفوا السوبر سيليوم في امتى ياخده عشان ما يحسش بالجوع بعد كده. يعني انتوا بتساعدوهم جدا جدا يا فندم، احنا سبورت قوي 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 للاشخاص، ومتابعه اسبوعيه، احنا معاك خطوه خطوه لحد ان شاء الله ما توصل للنتائج الحلوه اللي احنا شفناها دي. طيب لو في بنت بتشوفني، طبعا الجامعه انت فاهمه، سويتس بقى، جيل ده جيل السويتس والديزرت والحلويات، عشان هي نقطة ضعفه، يبقى قاعد كده في أمان ربنا تلاقي قامت شافت صورة على الفيسبوك لأي حاجة، طلبت ميلك تشيك بقى من مكان ما، جابت جاتو من مكان ما، تشيز كيك، وأنت حافظة طبعا، فبيبقى عنده مشكلة الديزرت دي أو السويتس دي صعبة جدا زيادة. أيوه، عشان كده في مستخلص الفانيلا والكروميوم اللي بيساعد على ان يظبط مستويات السكر في الدم، فالنهم ده يروح. يعني هو علشان شفت في فانيليا. برافو عليكو. السوق الفانيلا اصلا طعمها طبعا مع الكروميوم والجسم بيتقبلها لانها سكر.
بيلعب بقى لحته الـ ايوه الـ صح، الشعور اللاارادي ده. ايوه السنسورز الموجوده، مال السنسور بتاعنا. فكمان انه يظبط كمان السكر في الدم الكروميوم، احنا لعبنا من كذا ناحيه، علينا الحرق وظبطنا السكر في الدم، وكمان ما ننساش ان في خصم 50%، ونقول تاني ان الشحن مجانا. الله عليك. وفي فريق طبي هتابع معاه، دي اهم نقطه. طب الخطوات العمليه اللي ياخدوها، بيتصلوا على الارقام، قوليها بقى انت. يتصلوا على الارقام اوكي، وكمان يقدروا ان هم يتابعوا الصفحه وان دايت، يقدروا ان هم يتواصلوا برضو مع الفريق الطبي من خلالها، والارقام هتظهر على الشاشه، كلموهم عشان تاخدوا الخصم ال 50% والشحن المجاني. يعني هو لو اتصل دلوقتي اللي هيتصل دلوقتي هيبقى جوه العرض. العرض وفيه هديتين، اتفضل. الكريم بتاع نضاره البشره، والكريم بتاع المفاصل اللي بيقلل من وجع المفاصل بسبب زياده الوزن، ودي مشكله كبيره اكتر بسبب برضه ارتفاع هرمون الانسولين، اللي برضه بيظبطه مين؟ الكروميوم. الكروميوم ده رائع، ده سحر. يعني انتوا طول الوقت بتبقوا حاطين في دماغكم النتيجه تبقى نتيجه هايله ونتيجه حقيقيه. عشان كده قد ايه شفتي الناس اتحولت، وقد ايه الناس بتقول لكم ايه يا دكتور؟ الناس فعلا قد ايه بتكون فخوره بنفسها. ازاي بقى؟ بتقول لك قولي لي كده، يعني انت حاله فرديه اهو معانا فموجوده بفردك بشخصك، انت شعرتي بايه منا لما خسيتي؟ اول حاجه ثقتي بنفسي زادت جدا جدا. تاني حاجه الهدوم اللي ما كنتش عارفه البسها بقيت البسها، بقيت عارفه اخد راحتي. انك تحس انك مرتاح نفسيا ومبسوطه ومبسوطه بنفسك، غير انك تحس انك انت عامله او انك انت شكلك مش قادره اطلع، مش قادره اتكلم، مش قادره. الثقه بالنفس دي بتفرق كتير قوي. صح. المايند سيت بتاعك نفسك كله بيتغير. قد ايه بتحس انك انت فرحانه ومبسوطه وهاديه والدنيا تمام لمجرد بس شكلك اتغير من بره. صح. عشان كده بقول ان الشكل مهم قوي، بيزود الثقه بالنفس. ده غير انك صحيا بتبقي قادره تتحركي، قادره تصلي، قادره تطلعي السلم، قادره تعملي النشاط اليومي بتاعك اللي انت ما بتكونيش قادره تعمليه لما بيكون في سمنه. طيب عظيم، عايزه حضرتك تقولي تاني العرض بسرعه بسرعه. حلو بسرعة. جدا. العرض بيتكون من اقراص السوبر سيليوم وبي سيليوم وكريم شد الترهلات، ومعاهم هديتين، كريم نضاره البشره والكريم اللي بيقلل من وجع المفاصل، والشحن مجاني وخصم 50% مع المتابعه مع الفريق الطبي، وكمان مرخص، واهم حاجه من وزاره الصحه، منتج مضمون 100% طبيعي 100%. نورتيني منى ياسر، اخصائيه التغذيه. كلامك كان جميل وفي باور رهيب جدا. شكرا جدا ليك. شكرا يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. منور حضرتك يا فندم. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. معرفش الحلقه الجايه هروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس بيدوروا حوالين واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد واربع في نفس الميعاد على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في امان الله.